رح نحكي هلا على التستس اللي بنستخدمهم فور ايموشن ايدنتيفيكيشن، او شو هم الاكزامينيشن، الاختبارات اللي ممكن نعملها عشان نعمل بروبر ايدنتيفيكيشن لنوع الايموشن. نمبر 1 بدنا نعمل ديليوشن تيست، او ما يطلق عليه باسم الميسيبيليتي تيست. من البداية أنا حكيت عن الإيموشن إنه هو عبارة عن باي فيزيك سيستم، هو عبارة عن زيت ومي، وبناء على نوع المادة الأكتيف إنجريدينت، هل هي مي ولا هل هي زيت، بيكون نوع هذا الإيموشن طبعا أكيد بناء على مكان استخدامه. An emulsion will only mix with the liquid. ممكن إنه الإيموشن إذا كان إحنا رح نستخدمه ونضيف عليه مادة سائلة مي ونضيف عليه زيت. إذا تمكننا من توزيع المي بشكل متجانس، معناته نوع هذا الإيموشن هو oil in water. وإذا ما تمكننا من التجانس المي، فنوع هذا الإيموشن بيكون عبارة عن water in oil. فبناء على المادة اللي موجودة بكمية أكتر، ممكن إنه إحنا نعمل examination للmissibility test أو للdilution test. في هاي الحالة الـ emulsion will only mix with the liquid that it is miscible with its continuous phase. فقط رايح يستوعب نوع المادة اللي هي من نوع الـ continuous phase. بمعنى إذا كان نوع الـ emulsion هذا عبارة عن oil in water emulsion، هذا النوع من الـ emulsion الـ continuous phase فيه هو مي، وبالتالي هذا الـ emulsion will be miscible with water، رايح يكون يتجانس ويستوعب كمية إذا أنا ضفت كمية من المي. النوع الثاني الـ water in oil emulsion، هذا النوع من الـ emulsion ممكن إنه يستوعب كمية ويتجانس مع كمية من الزيت إذا أنا ضفت كمية من الزيت لهذا النوع من الـ formulation. كيف التست بينعمل؟ بناخذ few drops من الـ emulsion، بناخذ عبارة مثلاً عن 2 مل أو 5 مل، وبنحطهم بالتست تيوب، ومنضيف عليهم 2 to 3 drops من الووتر، نقطتين أو ثلاثة من المي. If the water distributed uniform في هذا الإيموشن، إذا تجانست المي مع هذا النوع من الإيموشن وتوزعت بشكل جيد بدون ما يصير فيه أي phase separation، نوع هذا الإيموشن هو عبارة عن oil in water emulsion، لأنه المي توزعت وتجانست بشكل جيد. But if the water separate out، إذا انفصلت المي وعملت layer، عملت طبقة، معناته نوع هذا الإيموشن بيكون عبارة عن water in oil emulsion، لأنه المي ما تجانست نهائيا، بتكون مع الزيت. Similar dilution بنعمله مع الزيت. If the oil distribute، إذا توزع الزيت بشكل جيد بهالخمس ملي اللي إحنا حاطينهم من الإيموشن، نوع هذا الإيموشن هو عبارة عن water in oil. And if the oil separate، إذا انفصل وعمل طبقة، معناته نوع هذا الإيموشن هو عبارة عن oil in water emulsion. التست الثاني اللي بينعمل هو عبارة عن conductivity test. conductivity test بدي أقيس معدل إيصاله للتيار الكهربائي. أكيد الزيوت لا تصل، هي من المواد الغير موصلة للكهرباء. إذا حطيت أقطاب تيار كهربائي أو دارة كهربائية داخل إيموشن ووصلتها مع بطارية ومصباح وضوى هذا المصباح، أو وصلتها مع فولت ميتر، جهاز لقياس الفولتية، وأعطاني قراءة للفولتج لهذا السيستم، معناته نوع هذا الإيموشن هو عبارة عن oil in water، لأنه المي بيكون فيها أملاح، وبالتالي بيكون عندها القدرة على إيصال التيار الكهربائي. فالconductivity test system with an aqueous continuous phase، إذا كان نوع continuous phase هو عبارة عن مي، كانت الكمية الأخطر بهذا الإيموشن هي مي، هذا السيستم أو هذا الإيموشن will conduct electricity، رايح يكون يوصل التيار الكهربائي. while the system with oil continuous phase will not، والسيستم اللي كمية الزيت فيه موجودة بنسبة أعلى، ما رح نهائيا يوصل التيار الكهربائي. كيف بتصير او كيف بنعمل هاي الاكسبيرمنت؟ عن طريق dipping a pair of electrode conducting to low voltage lamp، او بنوصلها مع galvanometer، او بنوصلها مع مصباح او لمبه، وبنشوف
إذا تغيرت قراءة الفولت ميتر أو الجلفانوميتر، تغيرت قراءته، بلش يعطيني قراءات، أو المصباح بلش يعطيني إضاءة، معناته الكونتينيوس فيز هي عبارة عن مي، ووجود الأملاح بالمي هو اللي خلى مسرى أو مجرى للتيار الكهربائي إنه يمشي، وهو اللي أعطاني اختلاف في قراءات الجلفانوميتر أو الفولت ميتر upon passing electrical current. إذا البولب جلو، إذا ضوى المصباح أو أعطاني قراءة، معناته نوع هذا الإيمولشن هو عبارة عن oil in water. If the bulb does not glow، معناته نوع هذا الإيمولشن هو عبارة عن water in oil، وبيكون الcontinuous phase هو عبارة عن زيت. النوع الثالث هو عبارة عن dye test solubility، اللي هي ذائبية الصبغة. كيف بنعمله؟ mix an oil soluble dye، نوع الصبغة اللي أنا مستخدميتها أو اللي بدي أضيفها oil soluble dye، يعني الصبغة هي عبارة عن صبغة زيتية زي الألوان الزيتية. مين مثال على الألوان الزيتية؟ زي السكويرد ثريد اللي هو اللون الأحمر القرمزي، اللي هي زي ألوان الزيتية. بنحط السكويرد ثريد في emulsion، then place a droplet from من هذا الإيمولشن في microscope slide and test it under the microscope، وبنفهم ندرسها أو بنحطها تحت عدسة مايكروسكوب. If the external phase appear red، إذا الأطراف الخارجية كان لونها أحمر، معناته هذا الإيمولشن نوعه water in oil. لكن إذا الإكسترنال فيز كان colorless، ما عرفت أو ما عرف يستوعب اللون الصبغة الأحمر، وما عرفت الصبغة تتجانس وتتوزع بشكل جيد، ظل اللون عبارة عن colorless، معناته نوع هذا الإيمولشن هو عبارة عن oil in water emulsion. صبغة تانية يمكن أستخدمها غير السكويرد ثريد، هي عبارة عن oil soluble dye، هي عبارة عن sodium 3 red color اللي بتعطيني اللون الأحمر الداكن. ممكن أستخدم نوع تاني اللي هي mix a water soluble dye. water soluble dye هي عبارة عن صبغة بتدوب بالمي زي الألوان المائية، زي مين؟ زي الأمرانث مثلا اللي لونها أحمر، أو الكريستال فايولت اللي لونها هيك لون نهدي على لون أزرق. If the continuous phase appear blue مثلا، إذا طلع باين اللون continuous phase لونه أزرق أو لونه نهدي، نوع هذا الإيمولشن هو عبارة عن oil in water emulsion. أما إذا continuous phase appear colorless، معناته نوع هذا الإيمولشن هو عبارة عن water in oil emulsion، لأنه ما عرفت تتجانس فيه كمية الصبغة أو كمية الووتر soluble dye. بالنسبة للتست الثاني اللي ممكن نعمله أو ضروري تبي يعني ينعمل له examination بشكل جيد، هو عبارة عن stability of emulsion. من الأساس الإيمولشن هو عبارة عن biphasic unstable system، هو عبارة عن system فيه مشكلة بالثباتية. فالستابيليتي اوف ايمولشن، الايمولشن باي اتس نيتشر هو عبارة عن مادة فيزيكال انستابل، هو عبارة عن مادة من الطبيعة اصلا هي مادة غير ثابتة. So they tend to separate into distinct phase or layer over the time، مع مرور الوقت هي تميل انها تفصل، ترجع تفصل طبقة الزيت لحال وطبقة المي ترجع تفصل لحال، لانها من الاساس هي مادة unstable physical character، هي مادة مو ثابتة فيزيائيا. شو هي المشاكل اللي ممكن نتعرض لها او ممكن تتعرض لها الايمولشن preparation؟ بداية ممكن يتعرض لمشكلة اشي بنسميه creaming ومشكلة sedimentation. في هاي الحالة بصير dispersed droplet they are subjected to gravity force. المواد اللي موجودة بالdispersed droplet ممكن انها بفعل الجاذبية الأرضية تبلش تترسب. They will tend to move upside، ممكن تكون تتحرك باتجاه الأعلى إذا كانت كثافتها قليلة، هاي العملية يطلق عليها اسم creaming، أو إذا كانت حجمها كبير ووزنها كبير وكثافتها عالية downward، في هاي العملية ممكن نطلق عليها اسم sedimentation. فالcreaming والsedimentation هي عملية تعتمد على الكثافة وتعتمد على الوزن. إذا كانت الكثافة والوزن خفيف، المادة بصير لها كريمينج، بتتجمع
على شكل قرص على السطح الخارجي. إذا المادة كان وزنها heavy وكانت كثافتها عالية بصير لها sedimentation وبتترسب للأسفل. عادة عملية الكريمينج بتصير بكتير الأويل إن ووتر إيمولشن، وعملية السيدمنتيشن بتصير للووتر إن أويل إيمولشن. In both cases the emulsion it's easily redispersed upon shaking، فالعمليتين كلاهما reversible. عشان أضمن عملية البروبر ديستريبيوشن، الكريمينج والسيدمنتيشن بروسيس هي عملية reversible، يعني ممكن إنه يتم إعادة توزيع المواد وإعادة الديستريبيوشن ما بين المواد. simply distribution عن طريق عملية الشيكينج، عن طريق عملية خلط المواد مع بعضها، وهي تعتبر من العمليات الريفرسبل. however ببعض الأحيان الكريمينج هي عملية undesirable، غير محبب إنها تصير، لأنها بتعطي inaccurate dose، وفي هاي الحالة ممكن انه تكون الكميه الدراج ديليفري سيستم اللي ممكن عم توصل للمريض او للتارجت سايت من الانتر اكشن ما تكون كميه جيده. اديشنالي كمان عمليه الكريمينج انكريزنج في لايك هود اوف الكواليسنس اوف جلوبولز، وبالتالي بريك داون اوف ايموشن ديو تو كراكينج. اذا ضلت تتشكل عمليه الكريمينج وضلت تنفصل كميات او الطبقات عن بعضها بشكل مستمر، ممكن نوصل لمرحلة بنسميها الكواليسنس. كواليسنس هي عبارة عن تشكل الزيت، والزيت بصير عبارة عن ديسك، عبارة عن زي طبقة أو عبارة عن زي صف ديسك هيك قرص بيكون موجود على سطح المواد، وهذا الحكي بيعمل مشكلة بالستابيليتي. مشكلة الكواليسنس أو ما يطلق عليها باسم البريكينج أور الكراك، الإيموشن يعتبر thermodynamic unstable system، هو عبارة عن سيستم بيتكسر أو سيستم بيصير له مشكلة بفعل درجة الحرارة، فهو يعتبر سيستم thermodynamic unstable formulation. There is a positive interfacial free energy between the two phases، في عنا مقدار من التنافر السطح الحراري ما بين السائلين وما بين الزيت والماء. To enhance their stability، عشان تصير مستوى الستابيليتي أعلى، the dispersed phase or dispersed droplet they come closer to each other and fuse into attempt to decrease the exposed surface area. عشان نقلل من التنافر السطحي يجب أن يتم تداخل ما بين سطحين، ما بين سطح المي وما بين سطح الزيت. إذا صار في coalescence، coalescence هي عبارة عن fusion of two or more droplets of the dispersed phase forming one droplet. coalescence هو عبارة عن تداخل ما بين قطرتين من المواد مع بعض، مما يؤدي إلى، يعني تداخل مثلا نقطتين من الزيت مع بعض، مما يؤدي إلى تكوين نقطة واحدة حجمها أكبر. هذا الحجم الأكبر بيعمل عندي phase separation أسرع، وممكن إنها تكون عملية redistribution كتير أصعب. فالcoalescence بصير فيها fusion of two or more droplet، تتخالط فيها أو تتداخل فيها two droplet with each other، عبارة عن قطرتين من المواد الزيتية مع بعض of the dispersed phase forming one large droplet، عبارة عن قطرة واحدة حجمها بيكون أكبر. This will end up to separation of the phase dispersion or dispersed phase and to separate of layer، بصير في عندي phase separation، بتنفصل المواد عن بعضها. وللأسف مشكلة الكواليسنس هي مشكلة irreversible، هي مشكلة إذا صارت ما برد يرجع مرة تانية، وما بتصير في عملية redistribution cannot be achieved by shaking، ما بترد بترجع المواد وبتنخلط المواد مع بعضها، ببساطة لأنه صارت عملية الفصل بناء واعتمادا على إنه المادة تداخلت وكبر حجم الدروبلت with each other. المشكلة الثالثة اللي ممكن تصير هي عبارة عن الفيز انفيرجن، قلب نوع بينقلب نوع هذا الإيمولشن. ببساطة الفيز انفيرجن إذا كان نوع الإيمولشن اللي عنا إياه ووتر إن أويل، بينقلب وبصير أويل إن ووتر أو بالعكس. وهذا النوع هو يعتبر أحد أهم مشاكل الانستابيليتي لهاي الفورميوليشن. ببساطة
ممكن انها تصير نتيجه تبخر واحده من الفيكل اللي موجوده بهذا النوع من الفورميليشن. How to enhance, كيف منحل مشاكل الايمولشن اللي هي to prevent cracking والcreaming. Number one, نتحكم بالglobule size, نتحكم بحجم الدروبلت والparticle size اللي موجودة بهذا الايمولشن. The smaller the particle, they will have slower creaming or sedimentation مقارنة من larger particle size. فكلما كان حجمها أصغر كلما كان أفضل. النقطة الثانية, homogenization will efficiently reduce the droplet size by reducing the emulsion through small apparent and to reduce the size of the globule. عملية الخلط كلما كان حجم دقائق الزيت يساوي قدر المستطاع حجم دقائق المي, في هاي الحالة احنا بنضمن انه يصير proper homogenization بشكل افضل. Additionally, reducing the droplet size may additionally increasing the viscosity. ممكن انه يأثر على الفيسكوسيتي, ممكن انه ياثر على لزوجيه الماده. النقطه الثانيه اللي ممكن انه احنا نتحكم فيها هي عباره عن الفيسكوسيتي of the continuous phase. Increasing the viscosity of the continuous phase will reduce the potential for the globular creaming and also it will enhance the coalescence for this type من الايمولشن which will reduce the movement of the globule. كلما زادت الفيسكوسيتي كلما صار عملية السيباريشن أبطأ, لأنه لما بتكون الفيسكوسيتي عالية معناته حركة الدقائق وحركة الجزيئات بتصير أبطأ. لما بتصير حركة الدقائق والجزيئات أبطأ هذا بينعكس على عملية الفصل كمان بتصير أبطأ. النقطة الثالثة, عن طريق استخدام suitable emulsifying agent, عن طريق استخدام عامل مستحلب, وهذا العامل المستحلب بيكون عامل جيد لأنه العامل المستحلب هو العامل المسؤول عن forming the interfacial film mechanical barrier which will decrease the potential of coalescence which it is much more important في عملية emulsion preparation. كلما قل التنافر السطحي والتوتر السطحي ما بين المي وما بين الزيت هذا definitely بيأثر على عملية الformulation والstability wise لهذا الإيمولشن. النقطة الثانية إنه surfactant may reduce the interfacial tension between the two phases, بيقلل من التوتر السطحي, والhydrocolloid will enhance the viscosity of the medium. Hydrocolloid هم عبارة عن surfactant أو هم عبارة عن emulsifying agent اللي احنا بنجيبهم من ناتشرال, من مصدر نباتي او من مصدر حيواني. اخر فاكتور بيتحكم بالستابيليتي للايمولشن هو عباره عن درجه الحراره والستورج كونديشن او الستورج تمبريتشر. اكستريم اوف تمبريتشر, درجات الحراره المرتفعه, ات كان ليد تو ايمولشن كراك which will يؤدي الى فصل هذا الايمولشن لطبقتين. When water freeze, it expand. إذا منفرز درجة أو منفرز هذا الإيمولشن, المي مع التفريز حجمها بكبر. So this will undo the pressure it's exerted on the dispersed globule and the emulsifying agent film, which will lead to crack also. فدرجات الحرارة العالية غير مرغوب فيها لأنها بتبخر جزء من السوائل, والتفريز كمان هو مش حل مناسب لأنه لما إحنا منفرز المي, المي بكبر حجمها وهذا الحكي يؤدي إلى كراكينج, بتنفصل جزيئات الزيت عن جزيئات المي. Controversially increasing the temperature, لما منرفع الحرارة this will decrease the viscosity, بقلل من لزوجية المادة, and the continuous phase will disrupt the integrity of the interfacial film, رايحة تنفصل عنا اللزوجية وبالتالي بينفصل عنا محتوى المواد. An increasing number من الكلويد between the droplet والأوكير, وبالتالي increasing في عملية الكريمينج والكراكينج, هذا بسرع من عملية الكراكينج. فكلاهما الحرارة العالية غير مرغوب فيها, والتفريز كمان الحرارة المخفضة كمان غير مرغوب فيها. أفضل شيء إنه يتم حفظها على الروم تمبريتشر قدر المستطاع أو في درجات حرارة نوعا ما cool تمبريتشر عشان نضمن انه ما يصير فيه تبخر للمواد ونضمن بنفس الوقت ما يصير فيه تفريز لهاي المواد. في اي استفسار لهون يا شباب؟ في اي معلومة مو واضحة؟ اي استفسار؟ اي شيء بتحبوا نرجع